في عيد الميلاد عام 2023 ترأس بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لمغارة المعد في بيت لحم، حيث لا تزال الكنيسة حتى اليوم ترحب بربها يسوع المسيح. شهدت هذه الأرض ولادة الرب ورحبت بالكلمة. هذه الأرض رأته يموت ولكن أيضا يقوم من جديد. وقد عادت هذه الأرض لتختبر الظلام الذي أقفل الليل. إنها ليلة مظلمة جدا حقا. الأب جابرييل رومانيلي هو كاهن رعية غزة، وهو يشارك ليلة الحرب الطويلة هذا، ولا ينيره إلا اليقين بأن الله حاضر مع جميع مؤمنيه. Non avere in conto i nostri fratelli e sorelle di Gaza, delle strisce di Gaza, che. كيف لا نأخذ بعين الاعتبار إخواننا وأخواتنا في قطاع غزة الذين يصلون منذ بداية الحرب ليل نهار إلى الرب ليخلصنا. آمل أن يأتي لحماية جميع سكان غزة والأرض المقدسة بأكملها. نسأل الله سيدنا عمانوئيل أن يأتي نور من بيت لحم في هذه الليلة. ليأتي نور الرب. أقول للمسيحيين في الأرض المقدسة أن يبقوا متحدين وألا يفقدوا الأمل وألا ينغلقوا في شرنقة إعلامهم، بل أن يرفعوا أيديهم أو بالأحرى أن ينظروا إلى مغارة بيت لحم التي منها يأتي النور الذي ينير وجودنا. ليس فقط مسيحيو الأرض المقدسة، بل العالم كله اليوم يتطلع إلى بيت لحم، بدءاً بالكنيسة. أقول للكنيسة الجامعة أن تنظر إلى بيت لحم، إلى السر الذي يحدث في بيت لحم، لكن انظروا أيضاً إلى الألم، إلى الجرح العميق الموجود في هذا البلد، في هذه الأرض، التي تعتبر علامة إلى حد ما، نوعاً ما من نموذج الجروح، للجروح العديدة الموجودة في العالم. الجروح تحتاج إلى رعاية واهتمام وحب وحنان. يبدأ هذا الاهتمام من الأب الأقدس البابا فرانسيس الذي أرسل الكاردينال كرايفسكي ممثلاً خاصاً له. علينا جميعاً أن ننظر إلى بيت لحم لأن السلام يولد هنا، ويسوع الذي يقود السلام ولد هنا، وهذا السلام كما نرى لا يستطيع العالم أن يمنحنا إياه. عيد الميلاد هو يسوع، عيد الميلاد هو يسوع مع مريم ويوسف. عندما ولد المسيح عاش هو نفسه في ظروف صعبة. لقد اختبر هذا لكنه بقي. لقد واصل ربنا مهمته وجاء بنا إلى الخلاص ليخبرنا أن الشر ليس أقوى منه إطلاقا وأن الله معنا. وهذه هي رسالة عيد الميلاد. وانتهى احتفال منتصف الليل بموكب حمل خلاله شخص الطفل يسوع إلى المكان الذي ولدته فيه مريم العذراء، حيث صار الله ابنا وبذلك جعلنا إخوة له. نحن هنا اليوم لنقول نعم لله، لأن العنف الكبير الموجود في العالم ليس فقط قضايا اجتماعية، ولكنه أيضا نقص في وجود الله في حياة العالم. إذن قول نعم لله، ولكن قول نعم يعني أيضا التعرف على الأخ الآخر.